السلام عليكم. دونك حنايا في الحصة الثانية ديال السوبرفايز، شفنا في الحصة الأولى باش نبسط دي سوبرفايز على تشوف أنه مثلا بوغ اون كومباني ولا واحد الشركة كبيرة اللي عندها لي كليون، غيكون عندها اهتمام أنها تعرف لي كليون اللي كاين احتمال كبير انهم يمشيو بحالهم اللي هو الديبار. هذا هو التشيرن. دونك السؤال هو واش ممكن اننا نديرو لا بريديكسيون ديال هذوك لي كليون اللي يقدروا يمشيو بحالهم باش نعتقو الموقف باش نشدوهم. وكنا قلنا بان لا ريبونس اي وي، انه ممكن باش بلي تكنيك ديال سوبرفايز ليرنين. وشفنا كوم اكزومبل ديال الالغوريثم، شفنا الكا ان ان اللي كيعتمد على الفازيناج. دونك انايا غندير واحد الريكاب ديال لي زيتاب اللي خاصنا نديروهم في سوبرفايز ليرنين. دونك اول حاجه هو اننا خاصنا نديرو لا ديفينيسيون دي كلاس، يعني حيت ملي كنهضروا على كلاسيفيكاسيون يعني كاين لي كلاس كاين لي كاتيجوري، فهمتوني؟ فهنا ضروري كنحددوا شنو هما لي كلاس اللي عندنا. فهاد ليكزامبل ديال تشيرن بريديكشن عندنا جوج ديال لي كلاس، كلاس ديال تشيرن وكلاس ديال باتشيرن. كنا قلنا انه ان كليون اللي كاين احتمال انه يمشي بحالو، دونك غنسميوه ولا كينتمي لا كلاس تشيرن، والكليون اللي فيه اللي غادي يبقى معنا ولا اللي باقي معنا كنسميوه باتشيرن. دونك مادام هنا عندنا جوج ديال لي كلاس، اذا كنهضروا على كلاسيفيكاسيون بينير. ملي كيكون عندنا اكثر من جوج ديال لي كلاس كنهضروا على ملتي كلاس كلاسيفيكيشن. دونك ملي كنحددوا شنو هما لي كلاس اللي غادي نشتغلوا بهم، لا دوزيام ايتاب ان ضروري خاص نحددوا اولا نعرفوا شنو هما لي كريتير لي فاريابل فيتشرز لي زاتريبي. عندنا بزاف ديال التسميات اللي هما لي كولون ديال الداتا سيت ديالنا. فهاد لي اكزامبل ديالنا باش نسهلوا علينا لا هنا جوج ديال لي زاتريبي اللي هما فريكونس اي مونطون. وكنا شفنا انه في هاد لاسباس بي ديمونسيونيل كونتي باغ لو مونطون اي باغ لا فريكونس في هاد لاسباس هذا في هاد لو روبير. من بعد اون بريبار لا داتا. دونك لا داتا اون فوا كنهضرو على سوبرفايز، اذا ضروري خص واحد ليستوريك اللي غنعتمدو عليه، دي زيكزامبل دو كليون ديفيني باغ هاد لي كريتير كون ا شوازي، و بيان سور افيك لانفورماسيون ديال لا كلاس. يعني يكون عندنا واحد داتا سيت لي شاك اوبسيرفاسيون ولا شاك ليني سي ان كليون لي عارفين عليه المعلومات على هادوك لي فاريابل، و سي نكون عارفين شنو هي لا ريبونس، يعني شنو هي لا كلاس اللي كينتمي ليها باش نقدروا نشتغلوا بها. ابخي الا كانت هاد لافورماسيون ديال لا كلاس ما عندناش في هاد ليستوريك هذا، شنو كنديرو؟ كنديرو لا فاز ديال ليتيكتاج اللي هي مهمه بزاف، هي اننا كتسمى ليتيكتاج مانوال. هو اننا شاك ليني كنشوفوا لي كريتير ديالها وكنعطيوها لا كلاس اللي كانت تنتمي ليها باش نقدروا نتبازاو على هاد لي زيكزامبل وندوزو لحاجه اخرى، نديرو لا بريديكسيون لي زيكزامبل اللي ما عارفين عليهم حتى حاجه. وكنا شفنا ان لا فاز ديال ليتيكتاج مهمه بزاف في سوبرفايزد. ابخي اون شوازي الالغوريثم دو كلاسيفيكاسيون، يعني كنختاروا اين الالغوريثم بغينا نخدموا به. هنايا اختارينا الالغوريثم لو بلو سامبل لو بلو انتويتيف اللي كلشي غادي يفهمو، سميتو كاين ان كانيرست نيبرز اللي كيعتمد على الفوازيناج. وشفنا بان هاد الكاين ان عندو ان انصومبل دو هيبر بارامتر اللي خاصنا نعطيو لي فالور ديالهم. بارمي لي هيبر بارامتر اللي معروفين بزاف عندنا لا فالور ديال كا هاد لونتيي اللي هو لو نومبر دو فوازان اللي كنتبازاو عليه باش كنديرو لا كلاسيفيكاسيون، وكنا لا ديستونس اون ديفيني لا ديستونس، يعني الا كان هذا قريب لهذا وهذا بعيد على هذا شنو هي لا ديستونس اللي كنستعملو. فكنا شفنا انه اغلبيه كنستعملو لا ديستونس اوكليديان. داكور. Après, on découpe les exemples d'Yana en deux parties. Donc, on a supervised d'arôle et on a dit qu'il y a deux parties. Partie de training, c'est l'apprentissage, ou partie de test. Donc, on a dit que je vous fais le repère dans l'espace. On a dit qu'il y a le minimum, le marx d'or, le raja ou le widad. Donc, on a dit qu'il y a un training set. On a dit qu'il y a une réponse d'Yana.
اون كخوا بالاحمر راه تشورن، اللي بالخضر او غون راه با تشورن. وكاين دي زيكزومبل اللي كنخبيو لا ريبونس ديالهم، كيخليها واحد صديق هاد النهار قال لي الجيش الملكي، هادو اللي بالازرق هادو كيتسماو لي زيكزومبل دو تيست، يعني عارفين لا ريبونس ولكن اون كاش لا ريبونس، باش هما اللي كيلعبوا لو رول ديال داك ليكزامان بلون اللي كدوزوه. اوكي فوالا، دونك انا غنتكلموا على سبليت اون ترين تيست. Étant donné l'ensemble initial des exemples, on le décompose en deux parties principales. Partie apprentissage, customer training, et partie test. Il n'y a pas de règle pour cette décomposition, mais souvent on procède à un découpage 70% versus 30%. Donc, là, on veut qu'il y ait une règle. Vous voyez, c'est que ça peut être 70% training ou 30% testing, ok. Vous voyez, 75-25%, on me dit, 20%-20%, c'est bien. Mais qu'il y ait une règle. Mais qu'il y a des choses qui sont متعارفه عليها. Des fois il y a des data كثيره بزاف، مثلا 1 مليون ديال لي زيكزامبل، راه تقدر دير غير 1% ديال التيست و 99% ديال ترينين. داكور، دونك ولكن لا ريغل دو فاصون جينيرال او لا، يعني اللي متعارف عليه هو هادي، هو هاد الارقام اللي عطيتكم هنا. L'idée, شنو هي l'idée؟ C'est d'entraîner le modèle de classification sur le maximum d'exemples. Mais il faut toujours garder une partie pour les tests de performance. D'accord? Donc, on a une grande partie qui est traînée le modèle, on construit le modèle, et une petite partie, parce que je serai à la fin, quand on a le test. Supposons qu'on ait 80% et 20%. Il y a une autre décomposition, il y a un nano. هذاك الترينين كناخدو منو اون بارتي ديال الترينين اي اون بيتيت بارتي ديال الفاليداسيون. دي فوا انا بيزون دون بارتي كون ديدي سبيسيالمون بوغ لا فاز داجين دي زيبر بارامتر. اي ساجي دو لا بارتي دو فاليداسيون. نعطيكم مثال، بحال مثلا بوغ كاين ان، لاحظتو معايا ان كاين ان الموديل فينال اللي غنخدم بيه كونسيست ا تروفي لا فالور ديال كا ياك، لو نومبر دو فوازان ا كونسيديري بوغ افواغ ولا كي مو دون لا ميور بيرفورمانس. دونك الى انايا شديت هاد لابارتي ديال الترينين هاكا تل كالي وحاولت نلقى لا ميور فالور ديال كا سيغ التيستين، داكور، دونك انا لقيت لا ميور فالور دو كا وحسبت الاكوريسي. سيبوزون ماعرفتش تبان لكم ولا لا، بحالي كنغشو داكور، بحال هنايا كنقلبوا على مايور فالور ديال كا، اون ميم طون غنحسبوا الاكوريسي بوغ هذيك لا مايور فالور دو كا، وديك الاكوريسي غنقولوا فوالا ها الموديل ديالنا هذه الاكوريسي ديالو. نو سي با سا، اننا كنحطوا هاد لابارتي جانبا ديال التيستين وكنقلبوا على لا فالور ديال كا كي مدون مايور ريزولتا لا مايور ديال فاليداسيون سيت. داكور، ملي كنلقى ان لا مايور فالور ديال كا هي كا ايكال 3، دونك هادو كلهم كيرجعوا تريني، كنوري لا ريبونس ديالهم وكنخليها تيستين وكنشوف الى استعملت كا ايكال 3 شنو هي لا بيرفورمانس سوغ هاد لونسومبل ديال التيست. هادي هي ليدي، اون لا تير دو لا بارتي دابرونتيساج افيك ان كوتا مينيم، اون بو اوتيليزي لو ديكوباج 60-20-20 بحال هكا. داكور، Les exemples de validation servent à éviter ou bien à réduire le problème les qui se massure ajustement ou là l'overfitting. Alors on sait que c'est l'overfitting. Overfitting quand on fait bzaf fait supervised learning ou quand on a le dolber. Supposons que on a cette data هذه بهذا الشكل، donc هذ les points ou bien on dirait un modèle de régression de prédiction ديال هذ les valeurs هذ في هذا الاسباس هذا. دونك كاين ليتوديون الاول اللي غادي يقول لي انايا غنصايب ان موديل اللي كيدوز من كاع لي بوين ديال الترينين هكا بهذا الشكل كيخيط. كاين ليتوديون الثاني اللي غادي يقول لي انا غادي ندير واحد لو موديل اللي كي ابروش، اوكي، كيدوز من لو ماكسيموم ولا كي ابروش هاد لي بوين اللي عندي. وكاين ليتوديون الثالث اللي غيدوز غادي ان موديل سامبليست بهذا الشكل هذا. الوغ في نظركم فين هو لو ميور موديل ا كونسيديغ؟ واش رقم واحد ولا رقم جوج ولا رقم ثلاثة؟ لو موديل الاول اي ني با بيان، لو موديل التالي اوكي، لو موديل الثالث نو. الوغ لو موديل الاول
هو اللي كيتسمى الاوفر فيتين. علاش؟ لانه مخيط على الداتا ديال لابرونتيساج، كتصايب ان موديل سور ميزور على الداتا اللي عندك ديال لابرونتيساج. ولكن المشكل هو انه ندير واحد ستيلو ملي غنجيب مثلا واحد سوبوزون، مثلا انا بغيت ندير بريديكسيون ديال هاد لو بوين هذا. داكور، دونك دابري هاد لو موديل هذا كي في بليزير او دوني دابرونتيساج، راه هذا ما غاديش يكون بيان بريدي لانه بعيد على الموديل، بعيد. بار كونتر لو ميم بوين، دونك الا كان هنايا بحال هكا، هنا قريب من الموديل، دونك غنقدر ندير لي بريديكسيون، اون بون بريديكسيون. داكور، سي بور سا كو هاد القضية ديال اوفر فيتين، كون تو فيك زعما ملي كتصايب ان موديل سور ميزور مع الداتا ديال لابرونتيساج، ما مسلكناش، لانه وي راه خدام على لابرونتيساج، ولكن اون فوا كتجيب لي شي حاجة جديدة، شي حاجة من التيست، ما كيخدمش مزيان. الوغ غنعطيكم واحد لاستوس باش دونك هنا غير حيت كنشوفوها، مي تيوريكمون ماشي تيوريكمون بارلون، مي براتيكمون بارلون، يعني ملي كتبدا تبروغرامي ببيتون، كيفاش غنعرفو ان واش طايحين في الاوفر فيتين ولا لا؟ هو انه كتحسب الاكوريسي ديال الموديل على ترينين سيت، وكتحسب الاكوريسي ديال الموديل على تيست سيت، وكتقارنهم. الا كان الاكوريسي ديال الموديل على ترينين، الا كان مفرقع يعني شي حاجه واعره بزاف، وعلى التيست على قد الحال، دونك هنايا عرفت راسي في الاوفر فيتين. الا كان الاكوريسي على لي دوني ديال الترينين ما بيهاش مزيانه مقبوله بيان، و اوسي سور لي دوني ديال التيست يعني حتى هي مزيانه، يعني مقاربين لي ريزولتا، الاكوريسي مقاربين، دونك هنا الاوبتيموم. صافي، هذه هي القاعده اللي عقلوا عليها، كتبوها في شي ورقه. دونك هنا شفت ليكزومبل ديال الريغريسيون، هنايا عندنا بروبليم ديال كلاسيفيكاسيون، عندنا جوج ديال لا كلاس، كلاس ديال هاد الدوائر وكلاس ديال هاد ليكخوا. الوغ الميتوديون الاول الموديل اللي غيصيب ليا غيدير لي بحال هكذا، يعني فغيمون ان موديل تيغي باغ لي شوفو بحال هكا مخيط مزيان، اوكي زيرو ايغور في لي دوني ديال الترينين. ليتوديون الثاني معقول، دونك غادي يقسم ليا بيان سور اون تيلا اون تيلا كيلكو زيرو، عندنا هاد ليغور هادي، وعندنا هاد ليغور هادي، اوكي، وعندنا هاد ليغور هادي، ماشي مشكل. وكاين الثالث اللي ما مصوبغش اصلا، يعني فريمون ان موديل تري سامبليست. دونك بيان سور في الاول طحنا في الاوفر فيتين، اوكي، الثاني سي لوبسيون، والثالث هو الاندر فيتين، يعني بحال شي غادي يخيط لك واحد جلابه كبير عليك بزاف. داكو هذا هو الاندر فيتين. فوالا الفكره هي هذه، اقروا عليها. وي سي بيان دو ماكسيميزي لا بيرفورمانس sur les données d'apprentissage, mais il faut veiller à ne pas juste faire plaisir aux exemples d'apprentissage. C'est-à-dire que, je ne sais pas si on a fait l'apprentissage, ou si on a fait l'apprentissage, n'oublions pas que notre objectif est de construire un modèle généralisable et qui puisse bien prédire des données que les... C'est-à-dire que, je ne sais pas si on a fait un modèle généralisable, mais on a اللي السيستم ما عمرو ما شاف شي حاجه مختلفه على داكشي اللي ترينا عليه، ما يديرش شي مصيبه، يعني يقرب شويه من لا بريديكسيون، لا بون بريديكسيون. هذه هي الفكره. الوغ نرجعوا للتشان بريديكسيون ديالنا. دونك قلنا اون فا ديكوبي الداتا ديالنا اون تيست اي اون ابرونتيساج. دابا اون فا حيت عندنا كاين ان داكور، دونك خصنا نديرو ترينين. ترينين ديال كاين هو اننا نلقاو لا ميور فالور ياك، او لا فالور ديال كا كي نو دون لا ميور بيرفورمانس. دونك هنا كيف ما شفنا اون فا تيستي ديفيرونت فالور بور كا، كنشوفو الى اعتبرنا ان سول فوازان شنو هي الاكوريسي، الى اعتبرنا 3 فوازان شنو هي الاكوريسي، 5 فوازان شنو هي الاكوريسي. دونك هنا كنتيستي وكنشوفو وكنخليو لا فالور ديال كا اللي كتعطينا لا ميور اكوريسي. هذه هي الفكره. Et comme je vous l'ai dit, pour chacune des valeurs testées, il y a le cas, il y a la valeur de cas, on calcule la métrique de performance, مثلا accuracy ou le F1, ok? Et le modèle de prédiction, les rendements, yani, le déploiement, yak, radicon ou KNN avec la valeur de cas,
qui donne les meilleurs résultats sur les données de test. Au fil à rire, mais les régina ou had le client, had le chmicha li edna fenaya, d'accord, ou had le client, je dis, li ma arfin et tchi haja, on le représente par ses critères, c'est arfin, donc arfin le montant dialogue, ou arfin la fréquence, ou qu'il m'affiche la classe dialogue. Donc je leur ai dit, on va appliquer KNN avec la valeur, dial kalil qu'il y a trois voisins, il y a la meilleure, donc allez, je connais les trois voisins. دي هاد الشميشه هادي نلقاهم هما هادو بما ان كلهم رجويين فان هاد الشميشه هادي حتى هي رجويه صافي وناس الوداد ما تقلقوش علينا فوالا الوغ دابا سؤال وجيه سيبوزون كو في عوض ما نختارو كوم اكزومبل دو تيست هاد سي 1 و سي 2 و سي 3 سيبوزون كون اختارينا مثلا هذا وهذا وهذا سيبوز كان هذا سي 1 و سي 2 و سي 3 هادو هما لي كانوا ديال التيست اسكو لو شانجمون دي دوني دو تيست نافيكتوري با لا ميور فالور اوبتوني بور كا بيسكي ساجي دون فاليداسيون امبيريك اي كون اي غيدي بار لا داتا ياك متفقين معايا يعني سيبوزون انني نقولوا لي هادو لي دوني دو تيست واش حنا متاكدين ان هذيك لا ميور فالور دو كا لقينا كا ايغال 3 واش هنا كا ايغال 3 غتعطينا لا ميور بيرفورمانس بوتو بيتيتر كون طومبي سور دي زيكزامبل دو تيست تري فاسيل يعني هاد اللي استعملنا ياك و انا دي زيكزامبل كي فون اكسبسيون ما عرفناش هاد لي زيكزامبل اللي اختارينا واش هما دي كا لي تري فاسيل تري سامبل بحيث ان هذيك يعني ملي غنطيحوا في الديبلوامون هذاك لو موديل ماشي روبوست اولا بغينا ناخذو كا ايغالا 11 ولا ايغالا 31 حيتاش هذوك لي زيكزامبل اللي طاحوا في التيست طاحوا في التيست كان دي زيكزامبل هي زولا ما نعرف شنو فهمتوا الفكره دونك الحل هو انه donc là, on parle d'approche de validation. L'idée est de bénéficier de toute la data qu'on a. Il y a des cas simples, comme il y a des cas compliqués. Donc, l'objectif est d'avoir un modèle de prédiction généralisable qui marche avec différents types de cas. OK? Ou l'idée clé ici, c'est l'échantillonnage à plusieurs reprises. K-fold cross validation. K-fold cross validation. Donc on a déjà une validation croisée, ok? Ou edna la notion de fold. Fold, donc tu as jamais dit là, bhal impli, bhal tenir, katni chi haja. Mais là, bon, qui qu'est-ce les itérations, ok? Ou K, c'est un hyper paramètre. Alors, kif ma, pour KNN, hna ka, ou kan testé ou ha? هنا عندنا لا فالور عاوتاني ديال كا ولكن وحده اخرى ماشي هي كا ان ان كنختاروا لا فالور ديال كا هنايا يعني شحال من فولد شحال من بلوك شحال من جروب بغينا نديرو شحال من سو جروب سيبوزون لك هذا الشيء اللي كاين في لا فوتو هنا كا ايغال 5 كا ايغال ا سافو دير كوا كا ايغال 5 يعني عندي الداتا سيت ديالي ها هو داكور نديرو بحال هكا بس ما نديوش على هاد الرسومات دونك عندي لي زوبسيرفاسيون ديالي سيبوزون كو عندي 100 اوبسيرفاسيون دونك شنو كندير بما ان كا ايغال 5 جو في ديكومبوزي هاد الداتا اون 5 جروب دونك غادي نقول الكليون 1 جوسكا كليون 20 هو الفولد 1 داكور الكليون 21 جوسكا كليون 40 هو الفولد 2 بحال هكا كنمشي حتى الفولد 5 داكور وكيبقى هذاك التقسيم كنديرو غير في الاول صافي سي في جي اوكي اشنو كندير من بعد انني كنخدم باغ ايتيراسيون دونك في الايتيراسيون الاولى كنشد هذاك واحد الفولد سيبوزون كل الاخر كنقول هو اللي غادي يكون ديال التيست يعني داك لو ديرني فولد غادي يكون هو لي دوني ديال التيست اوكي Ou le reste, ils vont jouer le rôle des training. Et là, j'ai
داك الغوبير ديالنا ولا ليسباس، دونك دوك الرجاويين الولاديين راهما هادو اون فيت، هما الفولد 1 و 2 و 3 و 4 كلهم هاد اللعابه هادو كيدخلوا للتيران كيلعبوا، وهذاك الجروب الاخر كيكون هما داك الزرقين. اوكي، هما اللي غنتيستيو بهم، هما اللي كنخبيو الاجابات ديالهم. دونك شنو غادي ندير؟ كنفيكسي لا فالور ديال كا بوغ كا ان ان ديال الفوازيناج، دونك كا ايكالا 1 مثلا ان سول فوازان، وكنشوف كنطبق الكا ان ان على هاد لي دوني دو تيست هنايا، وكنحسب البيرفورمانس الاكوريسي وكنحطها بالنسبه لهاد تيست. داكو، كندوز ثاني الدوزيام ايتيراسيون، انا كنقول ان هاد الفولد نيميرو 4 هما اللي غادي يكونوا الزرقين، ولو ريست كلهم غادي يكونوا دوك الحمرين والخضرين. توجور بوغ كا ايكالا 1 ديال كا ان ان، كنحاول نحسب لا بيرفورمانس على هاد الدوني دو تيست وكنحط الاكوريسي. فهمتوا كيفاش؟ يعني اشاك ايتيراسيون كنبدل لي دوني دو تيست، وهما اللي اباز ديال هادوك لي دوني دو تيست كنحسب الاكوريسي. نحيدو السيرو باش ما تخرقوش. فوالا، دونك في ايتيراسيون 1 عندنا واحد الاكوريسي نيميرو 1، ايتيراسيون نيميرو 2 ملي بدلنا لي دوني دو تيست حسبنا الاكوريسي 2 وحنا ماشيين. دونك في الاخير كيسكون فا كونسيديري كوم ريسيت، هذا كنديرو لا مويان ديال هاد الاكوريسيز هادو، لا مويان ديالهم، وكنقول ان بوغ كاينين ياك كا إيكالا 1 افيك ان سول فوازان ها هي الاكوريسي. اوكي، كنخلي توجور هاد التقسيم هذا، باردون هاد التقسيم هذا كنخليه ديال فولد 1 جوسكا فولد 5، وكنختار هاد المرة كا مثلا إيكالا 3 ديال كاينين، كنعتبر 3 فوازان. دونك كنحسب الاكوريسي على هاد لي دوني هادو en considérant 3 voisins. كنحط الاكوريسي على هادو، نحط الاكوريسي في الاخير كندير لا مويان ديالهم، كنقول راه الى اعتبرت 3 voisins ها الاكوريسي ديالها هي لا مويان ديال هادو، وكنبقى غادا. دونك في الاخير شنو هو لو موديل ا كونسيديري؟ هو اللي عطانا لا ميور بيرفورمانس، لا ميور اكوريسي. دونك انا نعاود معكم لي زيتاب. alors on choisit la valeur de k، le nombre de fold généralement on choisit comme valeur 10 ما غيبغيش نسهلو درنا 5، مي في لا ليتيراتور دونك سوا 3 ولا 10 فولد هما اللي كيكونوا مزيانين. اون ديكوب نوتر داتا سيت اون كا بارتي دو ميم تاي او بروش، هذه مهمه حتى هي. اون ريبرون ليكسبيريونس كا فوا، هما لي ايتيراسيون سيتادير اوتون دو فوا كو لو نومبر دو فولد. À chaque itération, on considère un fold comme les données de test et le reste des folds constitue les données d'apprentissage. Ensuite, à chaque itération, on calcule la mesure de performance obtenue sur le fold de test et on l'enregistre. Et la performance finale du modèle à considérer résulte de la moyenne de toutes les performances obtenues sur toutes les itérations. كنتمنى تكون الفكره واضحه. المهم راه ان شاء الله الحلقه مسجله، اللي ما فهمش او هذا ولا طاح السؤال في الجروب ولا في اخر الحلقه ماشي مشكل. الوغ افيك سيت ميثود دو فاليداسيون شنو هو لافونتاج ديالها؟ اون اي سيغ كون باس باغ تو لي زيكزومبل كون الى لاحظتوها، يعني في هذاك الداتا سيت اللي عندي راه توت لي زوبسيرفاسيون ايلز اون جوي لو رول ديال التيست وديال الترينين، دازو هكا ودازو بحال هكا. بحال قلتي نتايا غتدخل لواحد الشركه وغادي دوز من كاع لي سيرفيس، ستاجير سيرفيس فون سيرفيس جو سي با سيرفيس اشا سيرفيس كونتابيليتي تتتا بحال هكا، يعني دزتي من كل شيء. هي هذه الفكره. شاك اكزومبل افيغوري دون لا بارتي ابرونتيساج اي دون لا بارتي تيست. Maintenant, pratiquement parlant, les hirish tahtli kum aslan, comment on applique cette méthode pour la classification avec KNN? On a ou donc, on choisit la valeur de K pour K fold cross validation. Ok?
ça veut dire le nombre de folds. On prépare les folds pour notre dataset. Quand on met, c'est figé, comme je vous l'ai dit. On choisit une valeur de k pour knn, ça veut dire le nombre de voisins à considérer. On applique knn sur tous les folds test et on enregistre les performances obtenues, on calcule la moyenne des performances et on l'assigne à knn pour réduire la valeur del k de knn. On change la valeur de k pour knn et on reprend de l'étape 3. Donc, on a eu de la phase. Et le modèle final à utiliser pour la prédiction est KNN qui a donné la meilleure moyenne de performance. On dit le figure. D'abord, on a quand je fais le binary classification, il y a juste les classes. D'abord, le sujet, où est-ce qu'il y a un discernement? يوجد لي كلاس مثلا هنا عندنا 3 كلاس عندنا كلاس الاولى اللي هي المثلثات الخضراء الكلاس الثانيه هي الدوائر الزرقاء والكلاس الثالثه هي العلامات الحمراء اوكي دون سو كا او اون ا بلوزيور كلاس كاين جوج الاحتمالات اما اننا كنخدموا افيك ان الغوريثم كي سوبورت لو ملتي كلاس بحال كاينين داكور بحال دابا هنا في لي فازون الا صبرنا كا ايغال ا غادي نقولوا لو بلو بروش فوازان ديال هاد الشميشه هادي هي هاد لا كوا روج دونك هاد الشميشه كتنتمي لا كلاس روج داكور يعني ممكن ولكن كاين كاين دي زالغوريثم كي نو سوبورت با لو ملتي كلاس بحال اس في ام اللي غنشوفوه من بعد effectivement pas tous les algorithmes sont capables de manipuler plusieurs classes. Donc, on a juste les approches. On a l'approche one versus all, ou la one versus the rest, ou on a l'approche, pardon, one versus one. Mais si on a programmé au Python, il a besoin de faire one versus one, dire OVO. Il a besoin de dire Hadi, l'approche de la one versus the rest, que dire OVR. On a besoin comment ça marche. Donc, il y a un one versus all, je vais dire. Avec l'algorithme, ou là, ici, on essaie de construire autant de classificateurs que de classes. Il y a un des trois classes. Je vais construire le classificateur low, le classificateur tiani, ou classificateur tels. Ou les trois modèles, ok? Classificateur ou le modèle. Non, je sais où l'objectif de ce modèle, c'est de انه كيديتيكتي ليك واش اون اوبسيرفاسيون ابارتيان ا لا كلاس فيرت او نو دونك سيبوزون كو لو موديل غادي يكون بهذا الشكل هذا داكور الوغ هاد الشميشه هادي اللي كاينه هنا دابخي هاد لو موديل هذا غنعطيوها وي بور لا كلاس فيرت اوكي هنا اون فا كونستروي لو موديل كي ايدونتيفي ولا كي في لا بريديكسيون ديال لا كلاس بلو تاهو كوم ريبونس كيعطي وي او نو دونك هاد الشميشه هادي جات هنايا الوغ لا ريبونس هنايا اي نو الى مشينا لهاد ثوازيام كلاسيفيكاتور دونك غيكون بحال هكدا لا ريبونس هي اي نو هاد الشميشه هادي ان ابارتيان با على كلاس روج دونك هنايا وي نو نو لا ريبونس اي هاد الشميشه هادي كتنتمي لا كلاس فيرت هذا سي بور لابروش وان فيرسوس ريست الى خدينا لابروش ديال وان فيرسوس وان دونك هنايا حسبوها شحال من كلاسيفيكاتور غادي يكون عندنا كياخذ جوج بجوج هادشي اللي قريناه في الباك الماتيماتيك داكشي اللي كون لي كومبينيزون بقيت عاقله شحال مي بحال في هاد لو كا ديالنا عندنا 3 غادي يكون 3 فوا 2 هي 6 سور 2 سور 3 موان 1 جو كرو شحال بحال هكا ان فوا ان موان 1 سور n-1 ما قلتش نو نو سي با سا ما دوش عليا ما بقيتش عاقله مي عندها واحد لا فورمول دونك هنا كنديروا واحد مع واحد مثلا هنايا الخضرين فيرسوس الحمرين دونك الكلاسيفيكاتور غادي يكون بهذا الشكل هذا داكور دونك هاد الشميشه هادي دابخي هاد الكلاسيفيكاتور غتكون كتنتمي لا ريبونس هي لا كلاس فيرت هنا اوكي دابخي هاد لو موديل هذا هاد الشميشه هادي كتنسمي لا كلاس فيرت اوكي دابخي هاد لو موديل هذا اللي هنايا هاد الشميشه هادي كتنسمي لا كلاس روج
اوكي دونك فير فير روج كنديروا الفوتين لا ماجوريتي دونك هالشميشه هذه كتسمي لا كلاس فيرت. كتلاحظوا بان لي دو ابروش عطاو لا ميم ريزولتا. واش ديما كيعطي لا ميم ريزولتا او با؟ ما تاكديش حيت هادشي كامل سي اونبيري كعاود داكور. مي غير باش نوضح لكم كومون سا مارش. الو في كاين المشكل دابا كيف ما لاحظتوا معايا كاين ان سي ان الغوريثم تري سامبل ا كومبروند اي انتويتيف و دوطون بلوس كو يا ديمونتري سا بيرفورمانس بوندون دو لونغ زاني. يعني بقاو الناس خدامين به صافي دي زاني وكيعطي دو تري بون ريزولتا. ولكن شنو هو المشكل ديالو؟ ما عرفتش تكونوا لاحظتوها ولا لا. هو انه ميغاز تو سامبلومون كيتسمى ليزي ليرنر. علاش كيتسمى ليزي ليرنر؟ حيت الا لاحظتوا انه سيبوزون كان عندي هذوك الحمرين والخضرين اللي كنا دايرين سيبوزون كان عندنا 1000 1000 منهم داكو. وفيما كيجيني ان نوفو كا خصني نعرف مثلا عندي كا ايكال 3 داكو يعني 3 فوازان. يعني باش نعرف هذاك الزرق شكون هما لي 3 فوازان ديالو خاصني نحسب لا ديستونس ديالو بارابور ا هاد لي 1000 اكزومبل. يعني خاصني نحسب لا ديستونس 1000 1000 فوا وعدنا نتبعهم من كبير للصغير باش نعرف شكون هما لي 3 بروش فوازان باش نقدر ندير ليه الكلاسيفيكاسيون. الا جاني اكزومبل واحد اخر عاوتاني غنحسب لا ديستونس 1000 فوا عاوتاني وحنا ماشيين. فما بالك اللي عندي 10000 اللي عندي 100000 ولا 1 مليون ديال لي زيكزامبل. دونك كل ما كتكبر الداتا كل ما كيولي كومبليكي كل ما كياخذ وقت اطول. دونك ما كيبقاش خدام واحد الان صافي ماما ما كيبقاش خدام. ماشي هو كيخدم ولكن ما يمكنش حنا نبقاو نتسناو نهار باش يعطينا كلاسيفيكاسيون ديال شي حاجه اللي اوكي سي بور سا كو التهور عنده المحدوديه ديالو. دونك كاينين يفا بارتي دو لا فامي كتسمى instance based classifiers بحال ا باز ديكزومبل. لان كيف ما قلنا انه المبدا ديالو ولا الشعار ديالو هو ما عملش نفسك ما عملش شبهتك. الى ايغالمون دي ليزي ليرنر كار il revient toujours aux données d'apprentissage pour classifier pour prédire un nouveau cas. كيف ما قلت لكم دونك ا شاك فوا كون لي بريزونت ان نوفو كا يل كالكول تو دي ديستانس بار رابور ا تو لي زيكزامبل د ابرونتيساج بور تروفي لي فوازان افان دو بوفوار كلاسيفي دو نوفو كا. اوكي وكيف ما غتلاحظوا ان كاينين هادي راه تبان لكم من بعد حتى تعرفوا على لي زوتر زيز الالغوريثم باش تفهموا اش كنقول هاد الهضره هادي. ان كاين ان نو كونستروي با اون فيت ان موديل ما كيصيبش ليك ان موديل وكيحطو نو هو حدو كتلقى لا ميور فالور ديالك. Donc la phase d'apprentissage consiste juste à déterminer la meilleure valeur de K, c'est-à-dire le nombre de voisins inconsidérés pour prédire. C'est vrai que cette phase d'apprentissage ne prend pas beaucoup de temps, mais la phase de prédiction consomme beaucoup de temps. Donc, il y a un chauffeur lazy versus eager learners. Eager learners, c'est pour dire les algorithmes machetés. و ليزي لانه هما دوك المعكازين. الوغ شنو الفرق بيناتهم؟ هاد الايجر ليرنرز او ليرنرز اللي هما كيخدمو كيشتغلو بزاف في لاباز دابخونتيساج باش يصيبو كيشتغلو على الترينين ديتا باش كيسدالو كيحطو اوكي كيبدلو مجهود كياخدو وقت وهذا. ولكن اون فوا كيصيبو الموديل في لاباز التيست كتاخد غابيدمون دغي دغي كيدير لا كلاسيفيكاسيون اوكي كيف ما غنشوفو مع اس في ام. alors que pour les élèves non هما كيديروا شويه في لا فاز ديال التريينين ولكن فاش كيجيو التيست فوالا كيبدلوا مجهود كبير ووقت طويل. دابا ايجر ليرنرز نبداو ب اس في ام. اس في ام دونك ان انجلي سي سيبورت فيكتور ماشينز بالفرنسي كي اللي كيسميه سيباراتور ا فاست مارج غنتعرفوا ليه. الوغ هنا عندي جوج ديال لي كلاس عندي لا كلاس روج اي لا كلاس بلو اي طون دوني ان داتا سيت دونك لوبجيكتيف سي دو تروفي ان اي بلا هايبر بلون عقلوا عليها اس في ام هايبر بلون اس في ام هايبر بلون اوكي كي سيبار لي دو كلاس دو تيل سورت اسكو سي اون فو كلاسيفي ان نوفو كا اي سوفي جوست فوار سور كيل كوتي طوند سو نوفو كا. الوغ هنايا حيت عندي جوج ديال الفيتشرز ان اسباس بي ديمونسيونيل دونك هاد لي بير بلون هاد اللي كندوي عليه سو ني كو اون دروات فاهمين اون دروات حيت عندنا هنايا
بيديمونسيونيل. مي الا كان عندنا مثلا ان اسباس تري ديمونسيونيل ما غيبقاش عندنا اون دروات، مي غتولي غيولي ان بلان كي سيبار لي دو كلاس. اوكي الا عندي 4 ديمونسيون ولا اكثر دونك يولي تماك هايبر بلان افيك بلوس دو ديمونسيون. اوكي دونك نمسحو هادشي باش ما تلفوش. غناخدو هاد المثلث هذا دونك دابخي هاد لو موديل ولا هاد ليبر بلون المثلث غادي يكون كينتمي لهاد لا كلاس روج باسكو طاح من لو كوتي بحال حدود بحال اللي قلتي درنا حدود بين هنايا بحال اللي قلتي وجدة وجدة فين جات جات هاد الجهة دونك وجدة كنتمي للمغرب اكزاكتومون سي سا فوالا. دابا السؤال هو سيبوزون كو هذاك لي بير بلون كي سيبار لي دو كلاس ماشي هو هاد لا دووات كي هي فيرت، مي هاد لا دووات هادي كي هي اون روج. غتلاحظوا ان هنايا ملي درنا بحال اللي قلتي غيرنا الحدود بين بلدين، فهاديك المدينه اللي كتنتمي للبلد الاول ملي غيرنا الحدود كتنتمي للبلد الثاني. اوكي الوغ سيبوزون كون سيباري لي دو كلاس بار سيت هايبر بلون، الوغ لا كلاسيفيكاسيون دو سو نوفو كا فا شونجي. دونك لو شوا غادي يفيك لو شوا دو ليبر بلون سيباراتور دوفرا اتر اوبتيميزي اوبتيميزي جو دي بيان اوبتيميزي بور بوركوا شنو هو شنو هو اللي كنبحثوا عليه او لوبجيكتيف او لا ريغل ريسبكتي هي مينيميزي لي زيرور. داكور بحيث انه مثلا في الواقع الى هذا كينتمي لا كلاس بلو دونك بور مينيميزي لي زيرور كنخصنا اننا نديرو ليبر بلون بهذا الشكل هذا. مثلا كومون تروفي لو ميور هايبر بلون بور اون ميور بيرفورمانس دو كلاسيفيكاسيون. ان فيت اون شيرش لو سيباراتور اولا لي فرونتيير دو ديسيزيون كي نو بيرمي دافوار لا بلو لارج مارج انتر لي دو كلاس. بحال دابا هنايا لاحظتو نقدروا نسيباريو بهذا الشكل هذا مثلا هكا، ولكن التي هذا هذيك لا مارج اللي غتكون غتكون صغيره صغيره بزاف بارابور لهذا اللي متراسي انا. اوكي دونك كنبحثوا على داك لي بير بلون اللي كيسيباريو بحيث ان ديك لا مارج كتكون باردون لا بلو لارج بوسيبل. اي لي زيكزامبل كي طومب سور لي فرونتيير بحال هذا عندكم هادو وهذا 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 طاحوا في لي فرونتيير كيتسموا لي فيكتور دو سيبور. اي دايور سو سون سي فيكتور كي ديفينيس لي بار بلون سيباراتور. كيف ما غنشوفوا ماتيماتيكمون بارلون راه هاد لي فيكتور هادو لينا هاد لي بوين راه هما اللي حددوا لنا هاد لي بار بلون هاد ماتيماتيكمون بارلون. لي بغا دابا كنشرح غير اللي بغى يفهم باكر، مي سينو راه فو بوف لا ما تفهمو غير من الاحسن تفهمو كل حاجه شنو كتعني. كان واحد الروسي سميتو فابينيك هو اللي كان اخترعو في 1956 تقريبا، وعندو ان فوندمون ماتيماتيك تخي سوليد. اي لو ميور الغوريثم دورون دو لونغ زاني يعني من نهار بان كان شنو نقول لكم بحال غلب كاع لي الغوريثم اللي كاينين. كان انا براسي جرب سويت كان ديما فريمون كان تخي فور اس في ام. فوالا هادي هي لا مارش هو ديال فيكتور دو سيبور. انا غنقول لكم غير الباكراوند ماتيماتيك باش تكون عندكم فكره. الوغ هاد الفريق الازرق غنسميوه بلوس ان والفريق الاخضر غنسميوه موانز تسميه. اوكي دونك اون شيرش واحد لو فيكتور دبليو في اون فالور سكالير بي. نقلبوا عليهم هادو دي بارامتر لي الموديل اولا الالغوريثم كيقلب عليهم دو فاصون ا رياليزي لي كونديسيون سويفون. يعني شنو هي دو في بي؟ انه بوغ لي زيكزامبل دو لا كلاس بلس ان يعني اي اكزامبل خدينا هنايا هاد اكس هذا الا درت ليه برودوي سكالير مع هاد دبليو في هادي كاين دبليو في وحده. اوكي دونك ملي كندير اكس موتيبليي باغ اكس وكنحيد منها بي هنايا كيعطينا سوبيريور ويكال لا بلس ان. وبوغ هاد الخضر هادو ملي كنشد اي اكس وكندير ليه برودوي سكالير مع هاديك دبليو في وكنقص منها بي فلا فالور كتكون انفيريور ا موان زان. داكور وهنايا هاد لي فيكتور دو سيبور هما لي كي كي رومبليس هاد لا كونديسيون دبليو في فوا اكس موان بي كتساوي واحد وهنايا كتساوي موان زان وهنايا كتساوي زيرو سوغ هاد لي بير بلون.
وهاد لا مارج هادي هي لاحظتوها هي كتساوي 2 سور لا نورم دي دبليو. هادو غير المعلومات. ها شفتو هذا هو ال اش كيقولوا ليه لو فيكتور دبليو كون شيرش. بيان سور il y aura des exemples qui feront exception bien sûr. يعني مثلا يقدروا شي واحد ينزلقين يطيحوا هنا ولا يطيحوا هنا ولا كاريمون يطيحوا هنايا سي بوسيبل parce qu'on n'est pas dans le parfait. OK يقدروا شي خضر عاوتاني يطيحوا هنا ولا هنا ايتترا. On tolère une marge d'erreur. هادشي كاين بارتو دائما كاين توليرونس غير هي الى اي حد الى اي مدى تقدر تقبل هذيك ال تما كيفاش بقات سي سكون ابل. دابا نوريها لكم واحد الايبر بارامتر اللي حنايا كان نعطيو اون فالور. دونك هنايا عطيتكم تختاروا اون هاد لي دو موديل. عندنا هاد الموديل هذا خلي بلو اي لي روج وهذا. دونك لوكال دي دو موديل اي لو بلو بيرفورمون كاين اللي غادي يختار هذا لانه الى تري ريغورو كيكون ما نتفكش انا بغيت زيرو ايرور ولا فريمون لو مينيموم ديرور. وكاين اللي يمكن متساهل ماشي مشكل باسكو هذا رياليست بون على حسب لو كونتكست. الوغ هنا سا سابيل هارد مارجين يعني لا مارج كي ريجيد اوكي وهنا كيتسمى سوفت مارجين. وبيان سور هنا غيفكركم في الاوفر فيتين باسكو فريمون مخيط سي بيرسوناليزي سي سور ميزور على الداتا ديال تريني. سي بور سا كيف ما قلت لكم كون جوست ان بارامتر كيتسمى سي سي هو عنده علاقه بلا توليرونس ديال لي زيرور اون فيو دو نو با تومبي دون اوفر فيتين. سي اون سورت دو بيناليتي بور لي زيكزومبل مال كلاسيفيي. بلوس عقلوا على هاد القاعده هادي بلوس سي اي غرون موان اون تولير ديرور. دونك الا بغيتي تكون ريغورو كبر السي بغيتي تكون متساهل صغر السي داكوغ. انا غنوريكم بعد شنو هما لي فالور ديال السي حيت ماشي عشوائي. يعني كاين غادي يقول لنا خد 101 كاين غادي يقول لي 73 كاين يقول لي 0.15 اوكي كاين دي فالور اللي متعارف عليها اللي كنشتغلوا بهم. دابا نقول لكم من بعد. دابا السؤال هو فاش كنا كنهضروا هنايا كنهضروا على ماشي كنهضروا اون سيبوز كو لي دو كلاس سون لينيارمون سيبارابل يعني كنقدروا نسيباريوهم بون دروات ان بلون اوكي مي سي ني با لا رياليتي. هذا سي لا سيونس فيكسيون. في لا رياليتي نقدر نقول لكم ان هذا سان اكزيست با ولا سي تري 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 رار داكور باش نكونوا واقعيين. الواقع ديال بحال هكذا. دونك شنو غادي نديرو الى ما كانتش الداتا لينيرمون سيبارابل مثلا بهذا الشكل. الفكره هي كيرنل تشيك او لا الكيرنل هي لو نوايو لي فونكسيون دو نوايو اللي كنرمزو ليهم فيه. دونك شنو هي الفكره؟ الفكره هي اننا كنديرو اون بروجيكسيون كن ترانسفورماسيون هذيك في كدير ترانسفورماسيون ديال الداتا اللي عندنا من هاد لاسباس هذا اوكي لان لاسباس de plus grande dimensionnalité. بحال قلتي كنا في جوج غنمشيو ثلاثه ولا اربعه كنا في خمسه غنمشيو سبعه ما جو سي با على حسب. هذه هي الفكره pour trouver كنقلبوا على الاسباس اللي بحيث ان هذيك الداتا كتولي لينيرمون سيبارابل باش تسهلوا علينا. Il s'agit de trouver une transformation en espace de plus grande dimensionnalité où les exemples pourraient être linéairement séparables. C'est-à-dire le figure. بحال هكا مثلا هذا هنا بحال كنديرو سبليت. دونك اون فوا دزنا لتخوازيام ديمونسيون بحال تفرقوا اوكي. هاديك لا فونكسيون ديال كورنل كاين عندنا عندنا لو شوا اونتر هادو. عندنا لينيير دونك لينيير سا ريست توجور دون لا لينياريتي اوكي. عندنا البولينوميال دونك ملي تعطي تختار البولينوميال عطي الدوغري واش بغيتي دوغري 2 ولا دوغري 3 ولا شي دوغري 4 ايتترا داكور. عندنا دونك عندنا لينير فونكسيون كيرنل عندنا البولينوميال عندنا سكون ابل ار بي اف ولا راديال بيسيس. هادي كنستعملو اللي عندنا بحال هكذا يعني خصنا دوائر باش بوغ سيرني هادوك لي كلاس اوكي. وعندنا لا فونكسيون سيغمويد اللي في هاد لوكا هذا يعني بحال قلتي
يسولني يقول لي باش نعرف شنو غنخدم، واش هادي ولا هادي. انا حنايا راكم عارفين اصلا الطاقه اللي كنخدموا بها دائما بي ديمونسيونيل، يعني ماشي حتى تخي ديمونسيونيل، كيكون عندنا بلوزيور ديمونسيون. دونك هادي اول حاجه، اننا ما كنشوفوش الطاقه ديالنا. est-ce qu'il y a une règle؟ بيان سور، هنا كيبان لكم راه كاينه اون ريغل، ولكن في الطاقه اللي عندكم ما غاديش تعرفوا. دونك شنو هي الفكره؟ الفكره دائما في ماشين ليرنين اون غيدي بار لا داتا، دائما كنديرو اون ابروش امبيريك. ما معنى ابروش امبيريك؟ معنى انك كتجرب، تجرب اللينير فانكشن وتشوف الاكوريسي. من بعد كتجرب البولينوميال دوغري 2 كتشوف الاكوريسي، كتجرب البولينوميال دوغري 3 كتشوف الاكوريسي، كتزيد مازال جرب الار بي اف، جرب السيغمويد، وكتشوف شكون اللي كيعطيك لو ميور ريزولتا. سي كوم سا كون في داكور. فوالا، دونك هاد ليكزامبل هذا كيفكرني ب الى بقيتو عاقلين، هاد ليكزامبل ديما كنعطيه ديال توبوغرافي، ملي كنا كنحاولوا اننا كننتقلوا من تضاريس كنرسموها على ورق الى بقيتو عاقلين. دونك كنديرو هنا يد كنديرو على شكل دوائر وكنرسمو، كنقولو هاد الدائرة الارتفاع كذا وكذا. هنا كاين اكس، دونك اون باس دو سيت اسباس لا بي ديمونسيونيل. اوكي، هنايا اون ابليكي ار بي اف باش هادو طلعو الفوق، حيت هادو كيف ما شفتو محاصرين مساكن. دونك خصنا نديرلهم واحد الصور ونطلعوهم الفوق الدوزيام ايطاج باش يتسيباراو على هاد الخضر. داكور، دونك كيف ما قلت لكم، بالنسبه لداك الايبر بارامتر سي ديال البيناليتي، عندنا ان انسومبل دو فالور اونتر 0.1 اي 100. دونك كديرو 0.1 كتجربو ايكال 1، كتجربو ايكال 10، كتجربو 100، هاد البيناليتي، وكتشوفوا الريزولتا اللي كيعطيكم. دو ميم بور غاما، دونك ملي كنخدمو ار دي اف هاد الراديال بيسيس فانكشن، كان عندنا واحد الغاما حتى هو الي كومبري اونتر هاد لا فالور اي هاد لا فالور، حتى هي ممكن تبقاو تجربوا في لي ديفيرون فالور باش تشوفوا. داكور، دونك هادو ثلاثه سو سون، ما كاينش غير هاد الشيء طبعا، كاين بزاف، ولكن غير باش نوصل لكم الفكره اننا باردون parmi les hyperparamètres اللي كنعرفو نعطيوهم القيمه اون فالور هما هادو. اذا ما عرفتش خليو بحال مثلا بور غاما، خليو لا فالور بار ديفو اللي معطياكم مثلا. هادشي اللي كندير شي مرات، يعني شي حاجه اللي ما فهمتيهاش ولا هذا، بون tu باس، خلي لا فالور اللي معطيها. جو سي با واش شرحت لكم هادي ولا لا. هي الفرق بين بارامتر اي هيبر بارامتر. الوغ لا ريبونس هي ملي كيكون عندنا خصنا نعطيو حنا اون فالور لان بارامتر كيتسمى هيبر بارامتر. اوكي، ملي يساجي دان بروبليم دوبتيميزاسيون، يعني لا ماشين كتقلب على سيغتان فالور كيتسمى بارامتر. نعطيكم مثال، مثلا في كاينل كيخصنا نحدو، حنا كنختارو ضروري لو فالور، لا فالور ديال كا اللي هي لو نومبر ديال لي فوازان. دونك هنا كيتسمى هيبر بارامتر. داكور، مثلا سي بوغ اس في ام، هادو كلهم كيتسماو دي زيبر بارامتر. ولكن ملي دوينا على اس في ام وقلنا انه كيقلب على واحد الفيكتور دبليو في، واحد لا فالور سكالير بي اللي كيحقو كذا وكذا، هنا هو اللي كيقلب. دونك هنا كيتسمى لي بارامتر. صافي، جيسبر كو سي كلير. دابا ندوزو لوجيستيك ريغريشن. دابا شفنا الكائن ان وشفنا الاس في ام، دابا ديجا لاحظتو ان الاس في ام وكائن ان ماشي بحال مختلفين. كنا شفنا ان الموديل اللي كيقلب عليه كائن ان هو لا فالور ديال كا، الموديل اللي كيقلب عليه اس في ام هي داك الدبليو في وداك بي. علاش؟ هو داك الايبر بلون اس في ان، اون فوا كيلقى داك الايبر بلون كي سيبار اونتر لي دو كلاس، صافي ساهله. دونك اي اكزومبل جانا كنضربوه في دبليو في وكنقصو منو بي وكنشوفو فين جا، واش موان زان ولا ان، يعني بهاد السرعه هادي. داكشي باش هو الي روبوست اي الي رابيد.
لوجيستيك ريغريشن واحد ريغريشن لوجيستيك هي واحد ليكزامبل ديال واحد لاغوريثم واحد اخر. دونك هنايا اكزامبل الداتا سيت اللي عندنا، عندنا لي ستوديون، دونك هذا ايتوديون هذا ايتوديون، عندنا اي ريبريزونتي باغ لو نومبر دور ديتود، يعني شحال من ساعه كيحفظ. وهنا عندنا واش نجح في الامتحان ولا ما نجحش. دونك الا ما نجحش في الامتحان كنديرو في زيرو، الا نجح في الامتحان كنديرو في هنايا 1. D'accord. D'abord, le question est comment est-ce que je peux modéliser le phénomène pour prédire de nouveau. Supposons que un étudiant li hada houa le nombre d'heures d'études dial. D'accord. Donc naya comment je peux utiliser cette data hadi pour faire la prédiction pour l'étudiant hada. Soual houa wach nqdar nstamel la régression linéaire, ça veut dire une droite qui passe par من هنا ومن هنا. اسكو سا سخا ان بون موديل باش من بعد نقدر ما يبان لكم انه ما عندوش معنى اون دغوات بهذا الشكل، ما عندهاش معنى. اوكي دونك سيغمون ايل اكزيست كيلكو شوز كي بيرمي دو فيغ لافير اللي هي بهذا الشكل هذا، يعني على الشكل كيدوز بحال هكدا من بعد كيطلع ومن بعد كيدوز بحال هكا على شكل اس تقريبا. اوغوزمون هاد الشكل هذا il coïncide avec une fonction qui est sigmoïde, qui est sigma de z qui est 1 sur 1 plus l'exponentielle d'iel moins z. C'est le graphique d'iel. Et ça nous permet de bien modéliser le phénomène. D'accord. Donc, supposons qu'un étudiant est jeune. C'est le nombre d'heures d'études d'iel. D'accord. Donc, d'après la fonction Hedi, ملي كندير اسقاط على هاد لاكس هذا كنلقاه 0.3. سؤال، واش هاد ليتوديون غينجح في الامتحان ولا ما غينجحش؟ دو ميم بور هاد ليتوديون هذا، واحد ليتوديون كاين هنايا. دونك ملي جيت ندير ليه بروجيكسيون على هاد لا فونكسيون هادي، لقيتو جا هنايا، لقيتو فيه 0. دونك هنا شنو كنديرو؟ اننا اون ديفيني سوي ياك اللي هو هنايا 0.5، هذا هو لو سوي. كنقولو ملي كنديرو بروجيكسيون على هاد لا فونكسيون ولا يعني اون ابليك هاد لا فونكسيون على هاد لا فالور هادي وكيعطينا سوبيريور 0.5، كنقول ان لا كلاس 1. الا كان انفيريور 0.5 كنقول انه لا كلاس 0 tout simplement. C'est bon, donc à la logistique régression. Je vais vous comment ça marche. Mais en fait, c'est le chicamel pour trouver la cadre point fit. Quand ça y est, la librairie, package, ça y est, l'algorithme, quand tu as les points fixes.